أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معي ضيفين من أعز أصدقائي بصراحة، الأخ أحمد والأخ رياض. أهلا وسهلا فيكم يا شباب. حياك حياك أخ جان، وتحية لضيفك الكريم أيضا الأخ أحمد. لطالما انتظرت هذه اللحظة والمناسبة، فرصة سعيدة، وتحية إلى جمهورك أيضا. الشرف لي حبيبي، اهلا بكم جميعا واهلا بالجمهور الكريم. أهلا أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، بصراحة يعني أعز صديقين عندي هم رياض وأحمد، وأنا كتير سعيد، وهي أول مرة يعني أنا بسجل بوقت متأخر، فيعني ما بعرف كيف تصير طبيعة الحلقة بصراحة يعني. هو بتمنى طبعا من أصدقائنا مشاركتنا، السكايب موجود تحت الفيديو، يا ريت تشاركونا، ونحن راح نفتح سكايب من البداية تقريبا يعني، بس لحتى نحمي الجو. خلونا نبدأ بالعيد اللي بده يجي. أحمد، العيد هذا يعني بصراحة يعني أنا لما بشوف المسيحية في عندهم عيدين، والإسلام كمان يعني مثل تقليد لهالأعياد هاي. شو بتحكي لنا على العيد؟ هو تقليد، هو غيره من المسيحية مثلا؟ محمد سوى العيدين وجايين على عيد، مثل ما بقولوا عيد الدم يعني. بالشوارع بكرة راح نشوف الخرفان عم تنذبح، والأطفال عم فرحانة بلون الدم، اللي بحط إيده بالدم وبالحيطان وبلزق. شو بتحكي لنا على العيد والدم، عيد الدم خلينا نقول؟ تفضل. هو أصلا جن الدين الإسلامي هو طائفة يهودية أساسا، واليهود يهوى هذا إله، يعني هو صاحب هذه القصة المشهورة، قصة إبراهيم الخليل الذي أراد أن يذبح ابنه لما أمره الله بذلك، وتدخل الملاك المقدس في اللحظة الأخيرة ومنعه من ارتكاب هذه الجريمة، ثم شرع الختان، أخذ منه قطعة من عضو الذكري واكتفى بها الرب يعني. إله يهوه هذا كان دائما إله متعطش للدماء، وكانت الوسيلة المحببة إليه في التقرب هي القرابين الدموية يعني، أو الذبائح. نحن بما أننا طائفة إسلامية يهودية، ورثنا طبعا هذه الطقوس وهذه الشعائر، وورثنا الأضحى. العيد القادم ده طبعا عيد دموي، وعيد يعني البشر إن لم ينجحوا في إن هم يبقوا نباتيين ويتركوا الحيوانات وشأنها، على الأقل لا يتباهون بهذا الفعل، يعني على الأقل لا يتباهون بقتل الحيوانات. ثم إنهم أيضا في الدول المتقدمة يلجؤون إلى الموت الرحيم لهذه الحيوانات، وليس الذبح بهذه الطريقة البشعة، يقطعون الرقبة من الوريد للوريد، ويظل الحيوان يتمرغ في الأرض من الألم وينزف. أحيانا يعني نرى مشاهد جدا أليمة في الشوارع يعني. بصراحة أنا بتذكر من طفولتي البقرة كان يذبحوها فما تنذبح، مزبوط تقوم البقرة تصير تمشي، ويعني والدم عم بنزل، مناظر مؤسفة جدا يعني، خصوصا الأطفال يعني. تصور أنا عمري هالعمر هذا لحد هلا بذاكرتي هالمنظر المشين يعني. لدي ذكريات من الطفولة، الخراف تذبح والجديان وإلى ذلك، وهذا الصوت الذي تصدره وهي تتألم، وصوت الدماء المتدفقة، وكل هذه الأمور ما زلت فعلا أنا أذكرها. وهذا أيضا فعلا كما قلت دليل على شدة التأثير الذي تتركه هذه الأعمال الإجرامية في الواقع في نفسيتنا يعني. بالضبط. رياض، برأيك شو تأثير هالمناظر هي على الطفولة، على نفسية الطفل حتى يكبر؟ خلينا نتفضل.
ومثلكم تماما أشارككم ذكريات الطفولة في العراق. أيضا هنالك هذه الطقوس والشعائر الدينية بالذبح. وشوف أنا اليوم يعني دخلت 40 ولسه فاكر المناظر البشعة التي حينما كان سني 7 سنين 8 سنين، تركت أثر بصراحة. ومن بعد اليوم بعد أن تعلمت أكثر في مجال البيولوجي التطور والنشوء الداروينية ومدى العلاقة اللي موجودة بين الإنسان من جهة والحيوانات كلها، شجرة العائلة واحدة تجمعنا وتربطنا DNA. يعني أنا متأكد إذا هو يقول لك إنه الموز، هذا الموز اللي انقشره وناكله، هنالك جينات متشابهة بيننا وبين الموزاي، فما بالك بالمطي. وعلى طاري الذبائح باعتبارها عادة يهودية، ذكرت قصة نوح الذي أمره الرب بأن يجمع تقريبا من كل زوجين اثنين من كل الحيوانات. وطبعا تعب نوح، تعب يعني، راح سافر إلى القطب الشمالي وهو يبحث عن البطريق، ثم توجه إلى القطب الشمالي لكي يجد الدب القطبي الأبيض، يعني تعب، والكانجرو في أستراليا، لحد ما جمعهم وشاف الويلات والمر. بعد ما انتهت 40 يوم 40 ليلة، يأمره الله بأن يذبح له قرابين. وراح هو قال له بالإنجليزي: Are you effing kidding me؟ بعد كل هالتعب والمعاناة هذه، وعايزنا يعني لسه ما قلناش يا دوبك حطينا أول رجل، تعال اذبح له قرابين، فشو الفائدة يعني من أساسه يعني؟ على العموم هذه بس مجرد، لكن أنا أتفق معكم أن هي أولادي اليوم، أنا عندي أولاد، أصبح لدي أطفال، لن أسمح لهم أبدا أن يشاهدوا أي منظر من هذه المناظر، حتى لو كانت ذبح حمامة أو دجاجة، لأن لا أريد أن يمروا بنفس هذه التروما، يسموها بالإنجليزي سوماتيك تروما، مثل ما أنا لحد اليوم وأنتم وكل المشاهدين. تفضل أخي جان. طيب في سؤال لك أحمد، بصراحة أجاني من الأخ أحمد تانتيوي، عم بيقول: صديقي للأسف لا يوجد عندي سكايب، لكن هذا تعليقي. أولا أسلم عليك وأشكرك على مجهودك، ثانيا أسلم على الأخ أحمد حرقان، ويا ريت يعرفنا إزاي الشباب بتتبع الشيوخ بدون تفكير. يعني هو بده الطريقة الميكانيكية، إنه كيف الشباب بتتبعوا الشيوخ بدون تفكير. تفضل. أنا برحب بيه طبعا وبشكره على السؤال يعني والاهتمام. بالنسبة للتقليد عموما وتقليد المشايخ خصوصا، ده بينشأ في فترة مبكرة جدا من حياتنا زي ما احنا عارفين، في فترة بنكون فيها أضعف ما نكون، وبنكون أصغر من إننا نتخذ أي قرارات أو يكون لنا أي توجهات واضحة، وفي فترة بنكون احنا بنتلقى فيها كل أفكارنا وكل مفاهيمنا واعتقاداتنا من الآخرين، وبنعتمد اعتمادا كليا على المحيطين بنا، بدءا بالشخصيات الوالدية في حياتنا وانتهاءا ب حتى العائلة، يعني أي إنسان احتكت به ولو أدنى احتكاك. يعني الشيوخ اختلفوا إلى الناس من منافذ شتى، ومنها المنابر في المساجد. كلنا يعني اصطحبنا مثلا أهلنا ونحن صغار إلى المساجد لنسمع خطبة الجمعة، فبدأت هذه العلاقة مع المشايخ في البداية. فهذا الشيخ الذي يلقي الجميع وبينما هو وحده يتكلم، تعودنا على الاستماع والتسليم وأن نصدق كل هذه الترهات التي يفوه بها هذا الإنسان، وأغلبهم يكونون جهالا جدا، حتى للأسف حتى بالأديان نفسها. يكبر معنى هذا، وأيضا كنا كلنا نعرف الكتاتيب وشيخ الكتاب وما إلى ذلك، بينمو هذا الاحترام لهؤلاء الأشخاص الذين لا يستحقون أي احترام في الواقع في حقيقة الأمر يعني. وبعد ذلك يصعب التخلص من هذه العلاقة. إنسان المفكر الذكي الحر الثائر بطبعه
يبدأ تدريجيا يفند هذا ويبدأ في التخلص شيئا فشيئا من هذا، من هذه السلطة. أحيانا يتخلص من سلطة الرجل الدين عليه قبل التخلص من الدين ذاته، وأحيانا يتخلص منهما معا كما فعلت أنا. طيب أنا بدي أسألك أخي رياض، في أخ اسمه أليلو عم بيقول الأخ أليلو إنه يا جماعة ما بصير تقولوا للمريض أنت مريض، يعني لازم ما تخاطب المسلمين تقولوا إنه أنتم منحطين أنتم ما بعرف. بصراحة يعني الرجل كتب، بس ولكن الكتابة شوية كتابته كانت مول يا أخ، لا يجب أن نعالج الخطأ بخطأ، لا تقول أنتم منحطين يا أخي، حتى المنحط لا يدري بنفسه، يعني إنه المؤمن لا يدري بنفسه إنه متخلف أو شيء من القبيل، لو عرف ما قبل لنفسه هيك مكان. المريض لا تقل له أنت مريض لو أردنا شفاءه، يعني إذا أردنا شفاءه ما تقول له أنت مريض. شو رأيك بهالحكي هذا؟ هنالك رأيان، في رأي نقول عليه بالإنجليزي the shock and awe، مثل ما سماها جورج بوش وهو يقصف صدام حسين قبل الغزو عام 2003، تنهال الصواريخ فوق رؤوسهم بدون حسبان مفاجأة، وهذه إحدى التكتيكات في مهاجمة الخصم أو مهاجمة العدو. للأسف من ناحيتنا لماذا نسمي هذا الصلعومي بالعدو؟ لأنه فعلا عدو، هو يريد قتلي ويريد قتلك ودمنا مباح. يعني حتى أقرباء، دعك من الغريب، بس القريب يقول لك أنت دمك حلال، يقول لي دمك حلال، وهذه على قولة الشاعر إن ظلم ذوي القربى أشد وطئا من حد الحسام المهندي. فهو أصبح عدو إذن، ليس خصما، لأنه يريد قتلي ويسفك دمي، فأنا من حقي أن أدافع عن نفسي أيضا وأباغته بغتة إن تطلب الأمر. هذه أسلوب من الأساليب، فممكن أنك تصدمه بحقائق على طول كده، ضرب مبرح بالعصاية، عصاية الثقافة وعصاية العلم وعصات العقلانية، وممكن أنك تكون دبلوماسي. فهواي أنا أشوف من الجماعة يأخذ الأسلوب الدبلوماسي بالأخذ والعطاء، وأنا أستطيع أن أقول أن كلا الأسلوبان ناجحان، سواء كان الأسلوب المباشر أو الأسلوب. زكريا بطرس اللي هو شغال كويس على المسلمين، أيضا وجهوا له هذا السؤال، قالوا له أنت شوية خشن يعني مع المسلمين، يعني قاسي شوي وناشف. قالوا معلش أنا أستخدم هذا الأسلوب the shock and awe، وغيري من المبشرين المسيحيين يستخدمون أسلوب العيني والأغاتي والأحضان والقهوة والزلاطة والشاي. فكل واحد عنده أسلوبه، وكلها تؤدي على قولتنا، كل الطرق تؤدي إلى الطاحونة في نهاية المطاف. نهاية المطاف كل ما نطلبه، وطبعا المريض، أنا أعطيك أضرب لك مثل خي جان والعزيز أحمد، وأنا نفسي لم أكن أعلم، هذه معلومة طبية، عند الطفل طبعا العظام لا زالت مستمرة في النمو، عند يكون عنده كسر في الساق، ما كنت أعرف أنه في بعض الأحيان حسب الكسر طبعا يقوم الدكتور بكسر الجهة العليا والجهة السفلى من العظم نفسه، وأنت تستغرب تقول هذا يزيد من الكسر، يعني هذا يزيد من العطب، يكسر فوق محل الكسر وتحت محل الكسر. هذه إحدى الأساليب، لأن العظام لها أسلوبها في تمط وتطول وتنمو وتغطي محل الكسر، بالإنجليزي healing it aids it helps، وهذا ما نحن أنا وأنتم نقوم به، وأمامنا كسر فنضرب من أعلاه ونضرب من أسفله ونكسر، وتبدو للعيان أنها مضرة لكنها في الواقع ليست مضرة، نحن نساعدهم من حيث لا يشعرون. وهذا هو رأيي، جواب سريع. طيب أنا أحمد تم بنفس الموضوع، بصراحة أنا وأخوي رياض ابتدأنا سلسلة هيا بنا نضحك على الله، وبعدين حولت أنا من هيا بنا نضحك إلى الله يلا نتمسخر على الله. برأيك هيك أسلوب
يعني بيكون نافع أكثر، ولا أسلوب العقلانية في بعض الأصدقاء بيطالبونا إنه نكون عقلانيين، أو نكون يعني نطبطب على المؤمن إنه ما هو مريض على أساسه، ونكون يعني حنونين معه. برأيك يعني، أنا بالنسبة لرأيي إنه في طبعا ناس من هالقبيل وفي ناس من هالقبيل، يعني أنت ما بتقدر، إرضاء الناس غاية لا تدرك. يعني أنا برأيي، أنا يعني 70 إلى 80% أسلوب الصدمة هي الأكبر، يعني هي اللي هي بتجيب نتيجة أكثر. برأيك أنت أي أسلوب أرجح أو أقوى؟ تفضل. أنا أولاً أنا أرفض يعني احتكار لفظ العقلانية للمسلك الآخر. ليست العقلانية دائماً يعني تعني اتباع هذا الأسلوب. مع غطرسة الأديان الشديدة جداً والإرهاب الفكري والإرهاب المادي والإرهاب المعنوي وسائر أنواع الكبت والحصار والإقصاء والتهميش وما إلى ذلك، مع هذه الغطرسة وهذا الأسلوب لا تكون العقلانية أحياناً أو غالباً في التصدي الحازم، وخصوصاً وأنهم يعني يسرقون هالة القداسة هذه، ويسرقون التقديس، ويسرقون الاحترام سرقة ويجبروننا عليه. هم يريدون دائما أن يعني على الأقل يحيدوننا، يريدون أن يكسبوا أولا اعتراف بقدسية تلك الأمور الخزعبلية التي يعتقدونها، فينتزعون منا أولا احترامها وينعتون هذا بالعقلانية. يعني الملحد الذي يسلك معه هذا المسلك يعطونه هذا اللقب، عقلاني، ملحد عقلاني. والملحد الذي يواجههم بصراحة يسمونه ملحد أرعن ومتطرف. الحقيقة أنا أرى العقلانية تماما هي في التصدي الصريح لهذه الأفكار وبشدة وبحزم. أنا شخصيا لا أرى أي احترام لرجال الدين، ولا أرى وجوب إعارتهم اهتماما. أستاذي كمال غبريال كتب يوما على صفحتي على الفيسبوك، كتب: لا تتسول استنارة من رجل دين، أوليه ظهرك وامضي، وسوف يلهث هو خلفك مدعيا مقولات مستنيرة. فنحن لا نتسول شيئا من رجال الدين، ونحن ننطلق في طريقنا ونمضي فيه بغض النظر عنهم تماما، نحن نتجاهلهم. هذا الأسلوب أنا اتبعته منذ أن ألحدت، والمشايخ هم الذين يجرون خلفي ويطلبون مناظرتي، ولم أطلب يوما ما أن أعقد مناظرة مع أحدهم، دائما هم الذين يطلبون. وحين أجلس إليهم لا يعني أول شيء أقوم به هو أن أنزع هذه الهالة الزائفة من القداسة، ولا أسمح أبدا بابتزازي في هذه النقطة تحت مسمى احترام المشاعر، أو كنا نحترمك فاحترمنا وظننا أنك محترما وأنت من المفروض أن تكون عقلانيا وما إلى ذلك. أنا لا، هذه الأشياء بالنسبة لي لا تغير شيء من موقفي أبدا. طيب، معنا اتصال من الأخ عمران. تفضل أخي عمران. صباح الخير، صباح الخير لضيوفك أحمد ورياض. صباح الورد. صباح النور، أهلا وسهلا خي. حبيبي بصراحة النت عم يروح ويجي، أنا ما كتير كل الحلقة بينت عندي، بس إذا أجي أمسكه لا تعيفه يعني. بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما يسمى، يعني بما انه في بعض الطوائف الاسلاميه مثل الطائفه اللي كنت انا بنتمي لها قبل ما الحد بتامن بالتناسخ، فشو رايهم لو كان احد هالاشخاص هاي هو عجل او كبش وعم يذبح؟ انا بس هذا بدي اسال هالمؤمنين، انه لو فعلا انت كنت مثلا كبش الفداء
او بجوز بيطلعوا بيقولوا لك انه اسماعيل فدى ابوه بحاله مثلا، او حط حاله على المذبح. طبعا هاي اكبر كذبه انا بشوفها بالاسلام. وبالنسبه بشكل عام، كنتوا عم تحكوا من شوي عن الاستهزاء، او انه ما بصير تقول للباطل انت باطل. لا، انا ضد هالفكره. الاستهزاء عم يسقط هالمقدسات اللي انتم حاطين للمؤمنين، حاطين لحالهم. اذا ما اسقطنا نحن هالمقدسات ما راح يسمعونا ابدا. وبس هيك. بكل تأكيد أخي عمران، بكل تأكيد. عمران أنا بشكرك كثير حبيبي، وأكيد إن لقاءات في البرنامج مع بعض. طبعا الأخ عمران كان معنا في حلقة، وأكيد راح يكون معنا في حلقات قادمة. طيب أنا بدي أروح لأخوي رياض، بما إنه طرحت موضوع على زكريا بطرس ده الود ده، برأيك شو الإفادة هلا اللي نحن بنشوفها؟ نحن بنعرف المثل بيقول لما الحرامية بتتقاتل بتتخاصم بتبين الحقيقة. شو أهمية إنه المسلمين يهاجموا الصليبيين والصليبيين يهاجموا المسلمين برأيك؟ تفضل. هو سؤال قوي. الشغلة الإيجابية الوحيدة، إذا أنا أضرب نفسي كمثل بالأيام الخوالي لما كنت من يعني مسلم وخلفية إسلامية وأصبحت أشاهد للمرة الأولى حلقات لم تكن حلقات تلفازية، وإنما كانت على تشات البال توك. وشيء جميل بزكريا بطرس أنه يحثك على البحث والاطلاع والمراجعة. فكنا نستمع إلى شيوخ الدين ونصدق بشكل أعمى بدون أن نتحقق لأنفسنا كأنه قول الحق، وانخدعنا بصراحة. جيل بأكمله انخدع بهذه الوسائل، ونحن من الجيل الذي افتقدنا إلى وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هذه هي النقطة الإيجابية، أنه ابحث واسأل وراجع وتحقق بنفسك. هذه thumbs up. We agree with him 100%. لكن بالمقابل، والآن يعني شعوري الخاص، وقد أكون مخطئا، زكريا بطرس يسترزق من الكنيسة المرقسية، لأن رجل الدين والكثيرون منهم، لأنني كنت على احتكاك في فترة من الزمن مع الكثير من القساوسة من كل، صراحة أنا لم أترك كنيسة لم أدخل بها، سواء كانت الأرثوذكسية، سواء كانت كاثوليك، البروتستانت بكل طوائفها، المعمدانية، الخمسينية، وأسماء لم تسمعوا عنها من قبل، الإخوة، هنالك كنيسة الإخوة. المهم كلهم مش كلهم، لكن 90% يسترزقون من هذه كمهنة. فتشوف انه هو اخر همه شيء اسمه الله، وشيء اسمه قال النص والتعليم الديني. هو اهم شيء انه يكسب معاش اخر الشهر ويسترزق ويعيش منه. وطبعا الناس تتبرع، كلما كانت الكنيسة كبيرة في الحجم، بمعنى ان الرعاية كثيرون جدا، كلما كان القسيس شوية أغنى ومريش. يعني هاليوم تشوف ناس مثل بني هن وجويس ماير، هذه الشخصيات اللي تظهر على شاشات الإيفانجليزم، كل واحد عنده برايفت جيت، طيارته الخاصة، وكل واحد عنده سيارات فور ويل درايف، الهامفي والمرسيدس والبورشة والفيلل، القصور بالأحرى وليست فيلل، القصور التي يسكنونها ملايين ملايين الدولارات. من وين يعني؟ على قال من قائل السؤال، من أين لك هذا؟ وطبعا هذا أكبر دليل ناهيك عن الكتب، طبعا لأنه أصبح شخصية مشهورة الآن، بس يألف لك كتيب، هذا الكتيب يباع بالملايين ويكون بس سيلر بالنيويورك تايمز، هذه لحالة مدخول مادي جيد جدا. فالمادة هي التي تحكم الكثير الكثير من رجال الدين، ويكون آخر همه الحقيقة، وآخر همه قد يكون في قلبه ملحدا، قد يكون في قلبه ربوبيا، لكنه لا ديني، لكن يمثل أمام الناس.
واضعا قناع، وانا لا اقولها تهكما، ولا انا هذا الشيء شفته بعيوني انا، يعني هذه كانت احدى الدوافع واحدى الاسباب التي اخرجتني من الدين حينما شاهدت كيف تسميها بالعربي الازدواجيه، الضحك على اللحى، احنا نقول ضحك على اللحى. فهذا اعتقد، ما ادري اذا المعلومه وصلت خيجان او بدك تضيف. أكيد أكيد أخوي يا رياض، يعني بصراحة شيوخ الإسلام كمان نحن شفنا قصورا، يعني مثل هذا محمد حسان ولا الشيخ يعفور ولا كل هالشلة هي، يعني قصورا قصور وليست فيلات كما قلت. طيب معنا اتصال من الأخ جانو، آسفين أخي جانو، عفناك 4 دقائق على الخط، تفضل. لا لا حبيبي عادي، مستمتعين. الأخ أحمد حرقان موجود، والأخ أبو يوسف الورد رياض، ويا ريت كان نبي جلدة الحنفية كان موجود، يا ريت يا ريت، مشان كان تكمل الجلسة كثير أحلى. طبعا على ذكر أخ أبو يوسف انه صار مصدر للرزق هذه الشغل المشيخة، طبعا ليس فقط في 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 في, في المسيحية، وانما حتى في الاسلام وفي كل الاديان يعني يسترزقون منها. يعني انت بحياتك ما راح تشوف امام مسجد او شيخ يروح لدفن شخص بدون انه ما ياخذ مقابل، أو يقرأ القرآن بدون ما يأخذ مقابل، فهذا شيء واضح من عملهم. وكنت حاب إنه أقول الازدواجية عندهم، مثلاً لما إمام مسجد يحكي عن الأديان الثانية إنه منحرفة، ما بعرف كتبهم، ونفس الشيء بيقول إنه محمد كذاب في كنائسهم، ولما بيجي أحمد حرقان وبيقول انه انتم غلط، ف كلياتهم بيصيروا يتوحدوا ضد احمد، لان يعني احمد يعانيهم. فهذا هذا التناقض اللي فيهم، والناس عم بيشوفوها. يعني خلص الزمن، خلص ما بقى تضحكون على الناس، ما بقى الناس عم يشوف الحقيقة وبيعرف يفرق بين الألوان، ما عندهم عمل ألوان مثل قبل. فبحييكم وبحبكم كثير. يا ريت الأخ دكتور جورج يمكن موجود على السكايب، إذا بيدخل معاكم يصير أحلى الحلقة. يا ريت يا ريت، أنا بتمنى. إذا ومشتاق لنبينا سامي الدين، طبعا أوجه له التحية، أستاذنا مشتاقين لك، أرجو إنه نشوفه في أسرع وقت. تحياتي حبيبي أبو يوسف الوالد أحمد حرقان، بحبكم كثير ومشتاقين لكم. تسلم يا طيب، تسلم تسلم. طيب عندي سؤال للأخ أحمد، في أخ أحمد رياض عم بس رضا أحمد رضا عم بسأل. مرحبا أخي جان، ممكن نسأل الأخ أحمد حرقان إذا كان عنده خطة لعمل قناة تلفزيون يعني، لو سمحت تفضل. أتمنى طبعا، ولكن ما فيش موارد كافية للموضوع ده دلوقتي، وفي محاولات يعني من بعض الأصدقاء، لكن حاليا لا توجد موارد كافية لهذا الأمر. ولو كنا رجال دين لكان أنا كنت أقول لك، لو كنا مثل زكريا بطرس خلال سنة فتح قناة تلفزيونية فضائية يعني. طيب أروح لأخوي رياض. بصراحة في الأخ نثري نثري، أول شيء عم جاي عم بيقول لي إيه جان برو، ليش ما تعمل زراعة تطلع كيوت، يعني زراعة شعر. فأنا بدي كمان هون أقول أقلب الملحدين من دول حضارية كالشام والعراق والبابلية، أغلب الملحدين من دول حضارية كالشام والعراق والبابلية ومصر والفرعونية، لماذا أنتم مشردين من بلادكم الأصلية؟ لماذا يا رياض؟
وطبعا معلي على الصلعة كمان، فالصلعة تشملني تشملك يعني. أنا مشان هيك السؤال لك يا رياض، تفضل. يشرفني الصلعة هاي تشرفني، خصوصا انه بنتي نبوية، حتى الناس من يشوفونه يقولون هذول فعلا اب وبنته. ف السؤال هو شو كان المقصد من سؤال، اذا تعيد لي يا جان؟ الصوت انقطع شوي، شيل عندك ميوت، عندك ميوت على آسف آسف المايكروفون. آسف، يلا بس دقيقة أشوف السؤال. عم بيقول أغلب الملحدين من دول حضارية كالشام والعراق البابلية ومصر الفرعونية، لماذا وأنتم مشردين من بلادكم الأصلية؟ لماذا يا رياض؟ يعني أحمد، الأخ العزيز أحمد، ليس مشردا من بلاده، وهو يسكن في جمهورية مصر. وهنالك آخرين أيضا، الصديق إسماعيل وشخصيات أخرى، فهذا فيها شوية مغالطة من جهة. ومن جهة أخرى يا جماعة، يا مسلمين، يعني أنتم بكثرة المحبة والديمقراطية والمسامحة والإخاء، باعتباركم أصبحتم الآن أنت ما شفت بالأخبار يا جان، نص الإيطاليين غرقوا بالبحر وهم عم بيعبروا على لبنان وسوريا ومصر، على مساكين. ليبيا، على ليبيا. على ليبيا، على بنغازي، وين رايح؟ تورتومالي بامبوراني تحكي بالإيطالي، يقول لك بنغازي، بنغازي، بده يروح على بنغازي. ليش بنغازي؟ يقول لي الشغل، وطبعا الحضارة والتقدم الإسلامي التكنولوجيا. قلت له طيب ماشي، نلحق معك. فلذلك يا اخي احسبها، انه كيف انا بدي اطلع في بلدي واتكلم علانية امام الناس انصحهم، حتى ثاني يوم تشوف انه رقبتي معلقة للغسيل، حبل الغسيل، ومصاريني هم انا من جل الاولاد قاعدين يلعبون فيها روب سكيب بالشارع. ما 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 راح تصير، ما راح تصير ولا بعد 500 سنة. فهذه واحدة من الأسباب. بالنسبة لي شخصيا، خروجي من بلدي كانت محض الصدفة، إلا أن أيضا هنالك ظروف قاسية لم تسمح لي بالعودة ولم تسمح لي بالسكن. أول شيء، والبركة بحزب البعث العربي اللي شردنا وخلانا نسافر ونشوف كل بلاد العالم، وحروب قليلة جدا. يعني صدام كانوا يتوسلون بي رجاء رجاء، ولو حريب، يقول لهم لا لا خطية، مساكين الشعب العراقي تعبوا من الحروب، خلينا نريحهم، خلينا شوية نصرف عليهم. فطبعا حرب إيران وحرب الكويت وبوش وغيره وغيره وغيره، فهذه الحروب لا تسمح لأحد أن يعيش حياة كريمة معززة في وطنه، إلا إذا كان مولود تحت نجمة he's lucky، أو تعرف إنه في شوية فساد وفي نهيبة وفي سرقة وفي بوق، وفي هذول فئة شريحة من الشعب بحث آخر. لكن الأغلب الناس المساكين، الطبقة الكادحة، يعانون الأمرين. فطبعا مضطر أنه يذهب إلى بلاد الشرك ويذهب إلى بلاد الزندقة حتى يعيش محترم في بلاد الزنديق، مرفوعا الرأس مكرم، الشيء الذي للأسف الشديد وطنه لم يتاح له الفرصة لفعل ذلك. يعني شو واحد يقول، إيش جابرك على المر غير الأمر منه، ولا شو رأيك يا خيي جان؟ والله لا، ذكرتنا بكاظم، يعني شو جابك على المر غير الامر منا. طيب، معنا الاتصال من الاخ احمد رضا، احمد رياض ولا رضا اظن. تفضل اخي. مرحبا، احمد رضا. احمد رضا، اهلا وسهلا فيك اخي احمد. كيفك اخ جان؟ اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا. تحياتي لضيوفك احمد واخ رياض. اهلا وسهلا حبيبي، تحية. بس حبيت احكي ويا اخ احمد، يعني انا حكيت ويا، انا عايش بالمانيا، وانا حكيت ويا جماعه هنا، يعني انا سالت عن قناه تلفزيونيه هنا على اساس واحد يساعدنا حتى نسوي قناه تلفزيونيه، فهم قالوا نريد نحكي ويا شخص يتكلم الماني يعني زين. فاني قلت لهم احنا عندنا اصدقاء يحكون مثلا الماني، فاني انطيت اسم الاخ عبد الصمد، فهم قالوا اذا هم يعرفون عبد الصمد كلش زين، يعني جماعه هنا بالحكومه قالوا احنا نعرف هذا الشخص ويطلع بالتلفزيون،
فقالوا اذا تقدر ديريت تحكي وياه هو عبد الصمد يحكي ويا جماعه القناه زي دي اف منك يقدر يساعدكم. فاحنا اذا نقدر نساعدكم يعني لازم يترجموا ويجي واحد منك. فاحسن شيء اذا الاخ عبد الصمد هو يحكي ويا جماعه زي دي اف او يعني حتى يكون فكره احسن. يعني انا لغتي مو يعني مو اللغه الالمانيه مالتي مو يعني فد مره كلش زين. فما ادري قلت اذا الاخ احمد يقدر يحكي ويا عبد الصمد ومنك يحكي وياهم او انا اجيب رقم التلفزيون اللي قالوا نخصص لكم ساعتين حتى تقدرون تحكي. ما بيمشي حال الانجليزي يعني؟ صراحه هو هم قالوا اي حتى لو انجليزي. بعدين قلت لهم عندنا اصدقاء يحكون الماني قالوا اوكي انا اعطيك رقم هم يخابرون. بس انا صراحه هسه حالي ما اعرف عبد الصمد وين. قبل كان ببرلين هسه ما موجود. طيب انا احمد اذا بتقدر تبعت لي رقمهم انا ممكن احكي معهم يعني ما في اي مشكله يعني اذا على السكايب هون تبعت لي رقمهم بكره بعد بكره انا بعد ممكن احكي معهم ويعني ممكن الاخ احمد يحكي مع عبد الصمد يعني وما في اي مشكله يعني نتواصل معه ما في اي مشكله. صراحه انا عندي اضطرابات انا عندي مثلا شغل يعني مو هالقد بس انا اقدر اجيب احكي وياهم مره ثانيه واجيب الرقم وانطيك ادز لك مباشر انت تحكي وياهم. او افضل شيء يعني عبد الصمد مشهور يعني عبد الصمد يعني اي واحد يعرفه. انا بس قلت انطيتهم اسم عبد الصمد قالوا احنا نعرف هذا الشخص ونقدر يعني هو يقدر يضغط على مثلا قناه زي دي اف. انت تعرف يعني انت عايش باوروبا تعرف قناه زي دي اف قناه الحكومه ويقدر يعني عندهم يعني امكانيات. طيب انا بتشكرك كثير اخوي احمد واكيد اكيد راح نكون على اتصال ويا ريت تبعت لنا رقم وممكن انا راح اجيب اليوم واجيب الرقم والعنوان وتحكي ويا شخص المدير اللي هناك مسؤول عن القناه. ف يعني طيب شكرا كثير اخوي احمد شكرا كثير لك. شكرا تحياتي للجميع واتمنى لكم وقت ممتع. تحياتي يا ريت احمد شو رايك احمد بالقناه التلفزيونيه تساعدنا بيعملونا ممولين من الماسونيه. لا مش مشكله هيعملونا ايه بس المهم ان يكون الموضوع ده جد يعني جد. في السؤال الاخ احمد عم بيقول اظن بس دقيقه إيه. طيب يا احمد حرقان انت لهالدرجه واثق من نفسك ومش خايف انك بمصر كونك ملحد؟ اسمع لا مش خايف ولا حاجه. انا اسوء حاجه ممكن تحصل اللي هم يقتلوني وانا مش خايف من الموضوع ده مش خايف من القتل يعني. هخاف من ايه تاني يعني؟ مفيش مجال للواحد يخاف. أنا بقالي 6 سنين ملحد ومجاهر وزي الفل اهو تمام زي قدامكم مفيش حاجة. في سؤال عم بيقول أولا تحياتي من هي من الأخ أحمد عم بيقول أولا تحياتي لك يا أخي جان وأخي أحمد وأخي رياض تحياتي لكم. مقدما سؤالي هو يا أخي عزيز لماذا مهاجرين يذهبون إلى أوروبا وأمريكا الشمالية ولا يذهبون إلى أوروبا الشرقية وأمريكا الوسطى علما أن أوروبا وأمريكا الوسطى الأسعار رخيصة جدا وعلاج مجانا ويعني السوشيال سيرفيس أحسن يعني بما أنه هو يسار اشتراكي مسلم يعني. أنا ما فهمت الأخ أحمد. هذا عندي صديقي على القناة أعتقد أعرفه من اسمه وتحية هو مسلم بالاسم تعرف في كثير مسلمين بالهويه فقط بس هو ميول يساريه فحييك اول شيء. طبعا بلاد اوروبا الشرقيه انا زرت دوله رومانيا واليوم رومانيا العن من قبل 5 سنين وقبل 5 سنين العن من قبل يعني من يوم ازاحه تشاوتشيسكو اصبحوا اليوم الناس يترحمون على ايام تشاوتشيسكو الرئيس الاسبق الشيوعي.
على الأقل كان الشغل متوفر للكل، والمصانع قائمة وتعمل، وكل واحد عنده سيارة، وكل واحد عنده شقة، وكل واحد يقدر يأكل لحمة على قولتهم. لكن اليوم أصبحت شعيط ومعيط، مش قادرين إلى الدومري على قولتهم. فالفقر فاحش في أوروبا الشرقية. أنا أيضا أعرف بعض الشباب اللي تركوا، كانوا يعني أول ما بلشوا رحلتهم بلشوها من شرق أوروبا، إجوا واشتغلوا في أوروبا الغربية، ألمانيا، إنجلترا، وبالأخص إنجلترا، وبعدين حنوا، شافوا الحياة قاسية شوية، دول رأسمالية تمشي مثل عقارب الساعة، الناس شوية في برود، وأيضا في شوية عنصرية، وفي فشي يسوون؟ يقول لك خلينا نرجع على شرق أوروبا، بس ليس من أجل الاستفادة الاقتصادية، لكن فقط من أجل الاستفادة. ما أعرف شو أقول لك، يعني ينبسطوا مثل ما بنقول في شرق أوروبا أكثر من أوروبا الغربية. فهم للأسف اقتصادهم تعبان، وثلاث أرباع أوروبا الشرقية تشوفهم دا يشتغلون بأوروبا. يعني إنجلترا فيها نسبة كبيرة من الرومانيين والبولنديين، نسبة كبيرة من الأوكرانيين وغيرهم الآن يبحثون عن العمل في بلاد أوروبا الغربية. يعني بالعكس، يعني هم نفسهم متطفشين من بلادهم. أعتقد وهذا شوية خارج الموضوع، بس يلا قلنا شوية نساهم. عندك ميوت أخي جان. الأخ أحمد يعني على طول بيطرح أسئلة دائما خارجة عن إطار يعني نقاشاتنا عموما. يعني في الأخ واحد، ما هو أخ بصراحة، يعني أنا عم بيقول بس ده يا أولاد الكذا كذا كذا. شكراً، هذا من ذوقك حبيبي أنت. احمل صليبك وارحل، وأنت تعرف جيداً أن أين تضعه. أحمد شو بتقول له؟ أقدر أرد عليه؟ تفضل رياض. خلاص وصل الجواب. وينه الله؟ هذا الطيز وينه الله؟ هذا الطيز وين الله؟ هذا الطيز وين الله؟ راح الطيز. أحمد بصراحة أنا أجتني كتير يعني توصيات. واحد كتب لي يا صليبي يا عباد يا عبيد يا عباد الصليب، أنت مسوي حالك ملحد. هو على أساس ملحد يعني. يعني أنا يمكن متت وأشرح إنه أنا يا أخي كان اسمي محمد بره، ما اسمي. لا ما فيش داعي تشرح حالك. شو بتقول هل لا داعي تشرح على أحد شيئا. يعني أنت أصلا امضي في طريقك ولا تلتفت لهذه هذا عبث يعني. بكل تأكيد يعني، وكلما يعني زادت شهرتك وكده دعسيتك، ها، كلما كثرت الشائعات والأكاذيب وحتلاقي ناس بتألف حاجات كده غريبة. يعني ما بعرف منين جاني الصليب. أنا بعمري هتتعود مع الوقت، هتكبر دماغك كل الكلام ده. لا أفقه في المسيحية شيء يعني. أنا لو لا ما تدفعش بقى عن نفسك، ما تبررش يعني. رياض تفضل. بصراحة ولو ان احنا ضد الاديان بشكل عام، بس اقول له يا اخي الصليب اشرف من محمد. يعني هذا هو الكتاب المقدس. ده خلينا من العهد القديم، لكن لو نظرنا فقط للاناجيل المسيحيه فقط، طلع لي ايه واحده فقط تقول قاتلوهم حتى يكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، واقتلوهم حيثما ثقفتموهم. لن تجد اي اثر من يعني على الاقل الصليب شويه اشرف يعني من اسلامك، على اساس انك انت يعني على قولتنا مبيضها، هي كلها سواد وجه عندك. كلها اكاذيب، وهي المسيحيه والاسلام طائفتان يهوديتان. بدعه. طيب انا هون عندي راح النت بالمرة، عندي راح، فما عم تطلع على صفحة اليوتيوب. بعتذر أصدقائي إذا بس يلا دقيقة واحدة، آسف كتير حتى بس أطالع الصفحة.
يلا احنا نغني لهم اغاني على بال ما تجهز الصفحة. وين الله بها بلطيز، وين الله بها بلطيز. لازم نعملها سيمفونية لهاي الغنية يا خي والله جان. بدها سيمفونية يعني، بصراحة يعني أنا عملت أي طيب، في عني عم بقول أخي مع أسف بث لا يعمل بعد ما تنتهي الحلقة سوف أشاهدها. طيب أوكي، شكرا أخي علي عبد الله. في كتير بصراحة في الأخ نوف ده ولا إيه شغال شتيمة، عمال يشتم، عمال له شفت يعني لا يذكر هذا واحد، ألغيه من القناة خلاص، خليه يشتم نفسه هناك. خليه يشتم نفسه مثل ما آه آه بس دقيقة واحدة كمان. وجودنس وين رحنا؟ طيب خلينا من هالمسألة هي. يعني أنا بس بدي أروح لمسألة الخرافات كمان، ناخد خرافتين وبعدين نقفل الحلقة، لأنه بعرف الأخ أحمد ساعة واحدة بتكفيه وبتزيد. أخي أحمد، شو أهم الخرافات، أو خلينا نقول أتفه الخرافات اللي أثرت فيك تأثير، إنه بمعنى إنه يعني شفت تافهة إلى أبعد الحدود، يعني لا يصدقها العقل حتى لو كان مؤمن إلى أبعد الحدود. شو هي الخرافات اللي ممكن يعني تثير انتباهك، خلينا نقول. تفضل. أيام الإسلام كانت قصة ذو القرنين، وأنه وجد الشمس تغرب في عين حمئة. وساعتها فتشت في التفاسير كلها على تفسير يعني يشفي غليل أو يصلح ما في نفسي من الشك يعني. فما يعني لم أجد، يعني قالوا إنها تغرب في عين من ماء يغلي وطين، أو عين من ماء يغلي أو كده. كل التفاسير حوالين المعنى ده. فأدركت ساعتها أن محمد كان يعتقد أن الشمس فعلا تغطس في هذه العين الحمئة، وبما أن الشمس ساخنة فإن الماء يغلي ويفور وتصبح ماء مطينا ساخن ويغلي حتى تخرج في الصباح. فكان هذه الخرافة كانت دائما تزعجني كثير. يمكن عاوزين يسخنوا الشاي او حاجة. كانوا بيسخنوا العين كلها بالشمس، وكانت الخرافة دي مصدر إزعاج كبير جدا لي. جاك السكايب. معنا اتصال من الأخ مصطفى. تفضل أخي مصطفى. مصطفى؟ مشكلة يعني على السكايب. يا ريت بس تطفي اليوتيوب عشان نقدر نسمعك اخي مصطفى. اخي مصطفى يا ريت تطفي اليوتيوب. ايوه طفيت اليوتيوب. اوكي، اهلا وسهلا فيك، تفضل اخي مصطفى. يا ريت علي صوتك كمان. اهلا بك، اهلا، سامعني كده؟ سامعك، تفضل. اهلا بك يا اخي جان، انا عاوز بس اشارك حاجة مع الملحدين والمؤمنين. أنا كنت يعني مسلم سلفي لمدة أكثر من 25 سنة. واو. وللأسف يعني أنا عاوز أقول لك حاجة، خلال الفترة دي كلها عمري ما كنت، وأعتقد السلفيين كلهم نفس الكلام، يعني عمري ما كنت متأكد بنسبة مثلا 70% إن السلفية دي صح، أو إن الدين ده صح، يعني كونه كدين إن هو صح. فأنا كنت بعمل حاجات، أنا بقول كنت بعمل حاجات بتخالف الدين، بس بحيث إن الناس ما يشوفونيش، يعني أهم حاجة الناس ما تشوفكش وأنت بتعمل الحاجة الغلط دي. ليه أنا بقول لك الكلام ده؟ لأن في المغرب اكتشفوا تقريبا فضيحة اليومين دول، إن واحد من قادة الجماعة السلفية أو قائد الجماعة الإسلاميين في المغرب مع واحدة ست من القيادات برضو مسكوهم في سيارة وهم بيمارسوا الجنس. قيادات لبعضهم بقى حاج مصطفى. فأنا بقول لك أنا
الشيوخ كلهم واخدين الموضوع ده استرزاء، مفيش حد مقتنع بموضوع الدين ده اطلاقا. انا بقول لك انا كنت سالفه 25 سنه ومش عاوز اقول لك في حاجات، يعني كان في يعني اخوه بيقولوا لي بيناموا مع بعض في الجامع، يعني هوم سيكشوال بيعملوا بيناموا مع بعض في المسجد. انا بقول لك الكلام ده وانا مسؤول عنه. ف انا مش شايف اي منطق لانك انت تصدق واحد من 1400 سنه جه بيقول لك جالي واحد في الجبل قال لي انا جبريل وبعدين، يعني فين؟ مفيش، مستحيل واحد يكون عنده 50% تفكير عاقل 50% وصدق حاجه زي كده. فانتوا يعني بتعملوا حاجات، انا مش عارف الكلام يعني الشغل اللي انتوا بتعملوه الحاجات دي ازاي الناس لسه ما زال الغمام على عينيهم ولسه ما زالوا مصدقين ان في كان في فعلا رسول وكان في جبريل، واحد بيجي من السماء ب 40 جناح ولا ب 600 جناح. يعني نفسي اعرف ازاي الناس دي بتفكر ازاي. وكمان عاوزين نشوف يعني طريقه ناجعه بحيث ان احنا انا ربوبي، انا مش ملحد، انا ربوبي، انا بعتقد ان في حاجه فوق في السماء وات ايفر يعني. بس عاوزين، انا نفسي ان كنتوا تشوفوا طريقه، يعني انا شايف الاسلوب اللي انتوا بتعملوه كويس وكل حاجه، بس عاوزين حاجه اكثر نجاعه بحيث تفوق الناس دي، يعني مره واحده تقول لهم يا جماعه فوقوا يا ناس يا عوام فكروا في الكلام ده. فانا بكلمك علشان كده، وان شاء الله اشوف بقى لسه برضو ان شاء الله اكيد اكيد الحنفية بقى. صحيح. على كل حال انا بدي نسمع اخر راي الاخ رياض بهالمساله، يعني شو هي الطريقه الناجعه اخ رياض حتى النايمين هذول يصحوا، يعني برايك يعني شو الطريقه الاشد من هيك؟ يعني نحن استهزأنا بإله هون امام عينهم، يعني ما عرفنا شيء، مثل ما عرفنا ستر مغطى عليهم. برايك شو الطريقه الناجعه؟ لم نترك حجرا لم نقلبه، لكن انا لاحظت انه لما تدخل في نقاشات فلسفيه راح تظل تدور وتدور وراح ما تصل، لن تصل الى نتيجه، لانه تهاجم المعجزات سوف يرد عليك، تهاجم السيره سوف يرد عليك، تهاجم الاخطاء الازعاج العلمي في القران سوف يرد عليك. اذا ما هو الحل؟ برايي الحل أكبر سلاح هو الحواس الخمسة والطرق التجريبية. لما يكون عندك دليل مثل صاحبي هذا الحنطفيس اللي هو متحجر من متحجرات العصر الكامبري، شوف أنا ماسكة بيدي، هذه حقيقة، هذا واقع. لأي واحد يرفض التطور والارتقاء والداروينية تقول له تعال هذا المتحف، هذه العظام، هذه المتحجرات، فسر لي كيف جاءت إن خلق إلهك هذا الكون في ستة أيام؟ لأن هنالك منهم من يؤمن بأن الكون خلقه الله في ستة أيام وأن الأرض لا زالت مسطحة، والعلماء متآمرين ضد الدين ومتآمرين ضد الإسلام موجودين وعلى أفهم يشيل. فلا توجد سوى الدلائل المحسوسة لكي نحاربهم بواسطته، اللي هي العلوم التجريبية. فلما تفتح عيونه على الفيزياء والكوانتم، الكم الفيزياء والتطور والارتقاء، لأن التطور والارتقاء الإيفولوشن هي أعتقد من أقوى الأسلحة. أنا لسه البارح منزل فيديو نبذة عن حياة الإنسان النياندرثال، الإنسان القديم اللي هو يختلف عني وعنك، من فصيلة أخرى، كان يفكر، كان ذكيا، كان صانعا ماهرا للأدوات، كان يرتدي الثياب، كانوا يدفنون موتاهم ويمارسون بعض الطقوس والشعائر العقائدية المختلفة. طب إيه حكايته؟ أين كيف تضع النياندرثال في وسط الخطة الإلهية؟ كيف تدمج بين آدم وحواء من جهة وخلقهم في الجنة وطردهم من الجنة، وبين حقيقة إنسان النياندرثال الذي انقرض، الذي أيضا كان حيوانا مفكر، الذي أيضا كان له أحلام وله مشاعر وله أحاسيس وله أشياء كثيرة. فتشوفه يخجل، تشوفه لا يستطيع أن يرد عليك. أحسن رد وصلي لحد الآن يلعن
بين قوسين بين قوسين بين قوسين. هاي أحسن الردود التي وصلت لي لحد الآن من المؤلفة. لم يستطع أحد منهم ولا حتى الفيلسوف أن يرد ما حكمة وجود إنسان وليس فقط النياندرثال. يعني هذه مجرد مثال أنا قاعد أضرب، لكنها دلائل محسوسة قوية. تحدث له عن الديناصورات، أشكال وأنوان من الديناصورات، وحتى الانفجار الكامبري. يقول انفجار، وأقول له هذا الانفجار الكامبري يعادله الانفجار الانقراضي، لأنه 95 من هذه الكائنات الذي لسه ربك خلقها أول البارح على طول كده إن ثاني يوم انمحت عن بكرة. شو أين الحكمة؟ أين الحكمة؟ فأعتقد الجواب، أنا آسف أني طولت، لكن الدليل والبرهان الساطع بالدلائل المحسوسة هو أقوى سلاح ضد المتدين. بكل تأكيد، بكل تأكيد. طيب أخي مصطفى، عندك أي تعليق تعقيب أو سؤال؟ كلام الأخ رياض كلام ممتاز، بس الكلام ده نخاطب بيه المثقفين. يعني أنا بتكلم على عوام الناس، الناس العادية اللي هي لسه معتقدة ومصدقة إن في ممكن حد حاجة تنزل لك من السماء، ممكن مصدقة إن في سحر. الناس دي لو المستوى مش هيفهم نظرية التطور، مش هيفهم داروين، مش هيفهم إنسان النياندرتال. يعني أنا بدور على حاجة بسيطة سهلة تضرب لهم يعني القاعدة بتاعته، تضرب لهم القرآن نفسه، تضرب لهم الحديث نفسه. يعني مثلا زي التضارب بين الحديث، القرآن ده حمال أوي، القرآن ده ممكن يطلع لك منه الحاجة وعكسها في نفس الوقت. الخطاب ده اللي ممكن يوصل لهم، ده اللي ممكن يفهمه. يا جماعة شوفوا الآية دي بتقول إيه والآية دي بتقول إيه، دي عكسها. يا جماعة شوفوا الرسول بتاعكم كان بيعمل إيه. يا جماعة شوفوا الصحابة اللي أنتم، يعني أنا عاوز نهد القداسة اللي محطوطة على الصحابة واللي وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والناس دي دول ناس بصمجية، عاوزين نفهم الناس دول ناس بصمجية، دول ناس جاهلة. إزاي تجيب الناس دي اللي هي من 1300 سنة وعقول متحجرة وناس متخلفة وحطيتهم انت كالمثل الأعلى بتاعك وبتتابعهم في كل حاجة؟ لا، أنا أصلا ندور على حاجة زي كده، حاجة أظن مصطفى، أظن السؤال هذا بيكون الأخ أحمد يعني ممكن يجاوبنا عليه. أحمد ممكن يجاوب عن الكلام ده كويس، لأن هو كان محتك بيهم وعارف إزاي دي نوصلها إزاي. يا ريت نسمع منه حاجة. تفضل أحمد. لا، أولا أنا برحب أخ السالف السابق، أنا مبهور جدا بيه بصراحة، وسعيد جدا إن في ناس سلفي، وده بيدي أمل كبير جدا في الحقيقة، إن في سلفيين كتير بيسيبوا الدين برغم إن هم متوغلين جدا في الإسلام. أنا أعرف كثير جدا من السلفيين الذين تركوا الإسلام إلى الإلحاد، و يعني بعضهم كان متطرفا وينتمي إلى الجماعات العنيفة أيضا. فده بيخلينا نقول إن في أمل كبير جدا في إن إحنا نغير المجتمع، وإن إحنا نكون إحنا فعلا اللي نقضي على الإرهاب، نقضي على الإرهاب قضاء تاما مبرما، ليس بواسطة السلاح ولا بواسطة القتال، ولا بل بواسطة تغيير هذه العقليات وإنقاذ هؤلاء الجهاديين أنفسهم من هذه العقائد الإجرامية التي استعمرت عقولهم. أنا بحكم احتكاكي وحياتي السابقة مع السلفيين ومع المتدينين والجماعات الإسلامية، أعرف جيدا أن فيهم خيرا كثيرا جدا، وأنهم أناس غالبا طيبين وفقط يظنون أن محمد رسول الله، وهذا ما علينا، وهذا بالضبط ما علينا مواجهة. أخي مصطفى، في أي تعقيب؟ وأحمد يعني عامل مجهود كبير، ويعني أنا يعني بصراحة مبسوط جدا جدا إن في واحد زي أحمد. وريت فيه يكون مثلا 100 أحمد. ما اعرفش كان هو ممكن يكون له اتصالات بالسلفيين القدام اللي كان هو يعني شايف ان هم مش 100% يعني مش واثقين 100% من الكلام اللي بيعملوه، ويقدر
يستقطب ناس منهم، لان لو احنا يعني لو احنا العوام بالذات هم بيعتقدوا في المشايخ. يعني انا كنت بشوفهم بيقفوا عند الشيخ اسامه عبد العظيم في مصر بالطابور علشان يسلفوا عشان يسلموا عليه بس، يعني طابور كده واقف عشان يسلم على الشيخ، بيعتقدوا هم يعني في المشايخ ان هو. فلو قدرنا نخلي كذا سلفي من اللي هم زي احمد كده اللي كانوا يعني معروفين والناس يتركوا الموضوع ده، بيتهيألي ممكن دي برضه طريقه من الطرق تخلي العوام يعني هم فولور يعني بيتابعوا على طول، يعني يخليهم يعيدوا التفكير تاني في اللي بيعملوه. ومتشكر جدا على انكم استمعتوا لي، شكرا، واتمنى ان ابقى معاكم دايما يعني. شكرا كثير اخي مصطفى، وانا بتمنى مشاركتك دائما يعني معنا بالبرنامج، واهلا وسهلا فيك دائما. شكرا. اهلا وسهلا بك، ويشكر لنا الاخ رياض رسول جلد الحنفيه كثير كمان لانه مش موجود وانا بحبه جدا وبسمعه. يعني اكيد راح يكون معنا قريبا رسول جلد الحنفيه، على فكره هو اوحى لي بآية وانا سجلتها وحطيتها على اليوتيوب. تمام. والاخ كمان كان في المغرب، يعني انا برضه بشكره لان هو فعلا كلامه ممتاز ومرتب ويعني فكره يعني منسق ومقنع كمان. اكيد الاخ كافر المغربي راح يكون معنا يوم الثلاثاء القادم الساعه 5 بتوقيت لندن، اكيد يعني راح يصل السلام. شكرا كثير لك اخي مصطفى. شكرا. طيب اصدقائي، يعني ما بعرف انا وصلنا الساعة، فالميكروفون لأحمد إذا بدك نكمل أكثر ولا نوقف؟ يعني عادي، الأمر يرجع إليك يعني زين. صراحة نحن ضيوفك يعني. في كثير أسئلة من أصدقاء، ما بعرف نقرأ سؤالين كمان ونكتفي. بس عندي تعقيب. تفضل أخي رياض. النهضة في أوروبا بدأت بعد أو حركتين كبيرتين في أوروبا، اللي هو التوجه العلمي على يد كوبرنيكوس وغاليليو، وعلى يد الحركة الدينية في الإنجيل، أو اللي يسموها دراسة نقدية أو دراسة النقد العالي لنصوص الكتاب المقدس. ومن بعد حركة النقد وفتح البيبان على مصراعيها لدراسة أكاديمية، دراسة منهجية للنصوص، يكتشفون من بعد ذلك كل البلاوي وكل الإشكاليات والأخطاء والمغالطات اللي موجودة في النصوص. فهذه كانت صحوة أولى. وطبعا مارتن لوثر كينغ أيضا جعل الناس تثور ضد المرجعية الدينية في روما اللي هي الكنيسة الكاثوليكية. وبعدين غاليليو، احنا كنا عارفين القصة ان مركزية الشمس وليست مركزية الارض، واسحاق نيوتن، وشوية شوية تشوف دخلت اوروبا في عصر النهضة ثم العلمانية. فنحن اعتقد السر في الدول الشرقية ان يفتحوا الباب، ان يسمحوا لدراسة القرآن ونقد القرآن كما سمحوا المسيحيين واليهود لنقد كتبهم بحرية تامة. ساعتها تعال شوف التغيير اللي راح يحصل في الشرق الاوسط او شمال افريقيا. بس هذا كل اللي حبيته. الاخ جانو عملنا لا توقفوا، خليكم مكملين. فما بعرف، على كل حال راح نرى لنا سؤالين كمان. في الاخ النون بيرسون عم يقول، في رايكم في لو في دوله عربيه حتكون دوله ملحده عن قريب، اي اول دوله عربيه تعتقدون انها حتكون اول دوله تترك الدين؟ أخي أحمد تفضل. السؤال الثاني عم بيقول إذا في أي دولة عربية رح تكون دولة سباقة للعلمانية أو للإلحاد، برأيكم أي دولة رح تترك الدين أول دولة؟ تونس طبعا. تونس، نعم. تونس، المغرب، الجزائر. أخي رياض، أنا وصلت لإحصائية أن 30-40% الآن من شباب العراق ملاحدة، فأعتقد العراق بالدرجة الأولى. طيب العراق، أنا بصراحة يعني
من وقت ما سويت البرنامج هي أكبر نسبة مجاهرين بالبرنامج هن عراقيين. يعني أظن يعني مأساة العراق راح تولد، ومأساة سوريا كمان راح تولد أكثر من، ما بعرف هذا رأيي يعني، أكثر من تونس. وتونس يعني عدت عليها فترة لا بأس فيه على زمن بورقيبة، يعني إنه الشعب تفتح، ولكن المآسي كمان بتولد يعني. طيب بناخد سؤال الأخ هياني الميتان، أظن عم بيقول: هل ينتهي الإسلام بتفجير الكعبة ونبش قبر محمد ونثر عظامه إن بقى منه شيئا، على أساس أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأكيد أكلة محمد وصحبه؟ هل بهذه الطريقة ينتهي الإسلام من العالم مثل ما انتهت ديانات كثيرة؟ أحمد تفضل. أنا مش فاهم السؤال بالظبط يعني. هو عم بيقول انه يعني بما انه المسلمين مؤمنين جدا بمحمد، ومحمد مؤكد انه الارض لا تاكل اجساد الانبياء الميتين يعني، فاذا نبشنا قبر محمد وطالعنا شفنا عظامه مفصفصه صايرات مكاحل، يعني ممكن نتكحل بعظامه، واذا فجرنا الكعبه بما انه بيت الله وما حدا بقدر بدقره، هل سينتهي الاسلام؟ هل سينتهي الاسلام من عقول الناس؟ حتى لا، البسطاء يعني. هو قبر محمد لو نبشناه مش هنلاقي حاجة خالص واقع، لا عظام ولا غير عظام. مضى زمن طويل جدا على يعني على موته. فبرأيك ما في عظام يعني؟ لا، ما في عظام طبعا، مات ولما قبر أصبح جثة وتعفن بعد فترة من الزمن قصيرة جدا، وبعد ذلك بدأ يتحلل تماما، وعظامه أيضا أخذت التحلل شيئا فشيئا، سوف تجد في النهاية رمال الصحراء. صحيح، شوي شوية مثل ما غبار يعني. محمد لم يعد شيئا مذكور. الكعبة إذا هدمت سوف يبنوها من جديد، وربما يبنوها من ذهب أيضا. على فكرة بنوا كعبة بنيجيريا، يعني إذا شفت الناس عم هذه الكعبة التي نراها الآن تم ترميمها أكثر من مرة وهدمت أكثر من مرة. وأنا في التسعينات كنت في السعودية، وكانت الكعبة ترمم يعني أمام ناظري، يعني تم إحاطتها بسور أبيض وإخفاؤها تماما وحشدها تماما داخل هذا السور، وبدأوا في ترميم هذا المكعب الأسود، يعني مكعب الزفت. بالضبط، مكعب زفت. رياض، شو رأيك بهالسؤال؟ ممكن ينتهي إذا هدمنا الكعبة؟ لا لا لا، لن ينتهي. كما قال عزيزي أحمد، تم بناء الكعبة 3 مرات، ضربت بالمنجنيق، ضربها الإسماعيلية في فترة من الفترات، وفي فترة الحجاج بن يوسف الثقفي، ويعني فترات كثيرة ضربت وهدمت الكعبة وأعيد بنائها، فشيء واضح أنه لم يؤثر. المسيحيين هم أكبر عدد من المتدينين حول العالم، يبلغ عددهم فوق 2 مليار نسمة، وليس هنالك أي أثر ليسوع المسيح، فلا أصلا لا قبر، لأنه حسب إيمانهم هو طلع السماء. فاليهود ليست لديهم قبرا لموسى، لا أحد يعلم أين موسى، لا أحد يعلم أين داود، لا أحد يعلم أين سليمان، وهيكلهم مدمر منذ 70 للميلاد، ضربها الرومان في سنة 70 ميلادية وهدمت، ولحد اليوم وهي لا زالت لم يبقى سوى هذا الحائط الذي يسمونه بحائط المكة. فهل هذا يقضي على الدين؟ الجواب برأيي لا يقضي على الدين. أنا قلت لك رأيي الخاص، ليس أمامك سوى التسلح بالعلوم وفتح البيبان على مصراعيها لنقد ودراسة أكاديمية على غرار دراسة الكتاب المقدس المسيحي واليهودي والثقافة. للأسف الشديد يعني المنهاج العلمي، وهذا أيضا ممكن نخصص لها حلقة جان، أنه كيف التعليم عندنا في بلادنا؟ هل هو تعليم راقي؟ هل هو تعليم على أصوله؟ أم هل هو تعليم متخلف بيحطوا لك بنص الكتاب الجغرافيا حاط لك فيها أحاديث؟ مثلا كلمنا عن الجبال وجعلنا الجبال رواسية، هذه إحدى الإزعاجات القرآنية يا أخي. أو تتكلم عن موضوع في علم الأحياء،
كسونا العظام لحما، شوف حكمة ربنا يا مسلم، هذا هو التعليم، هذا هو التعليم. يعني صدقني جان، أنا طلعت من الإمارات متخرج من الثانوية، رحت على إنجلترا ورجيتهم الشهادة، قاموا إلا شوية بدهم يكركروا من شافوا المواضيع اللي درسناها، التربية الإسلامية، التربية العربية، مش عارف إيه، طيز لقن، قال لي روح روح شوف لك شغلك، كنس الشارع. لا أوكي. بصراحة رياض، في صديق ما أظن اليوم أو امبارح كتب لي تعليق إنه يا ريت تعملوا حلقة عن التعليم بالدول الإسلامية والدول العربية، فيعني بما إنه طرحت الموضوع يا ريت نعمله سوا الموضوع هذا التعليم. من تسلم تسلم هالعين يا طيب. وسؤال أخير راح أسأله لأخوي أحمد ولك رياض ونقفل الحلقة. يعني في الأخ آد ريهام عم بيقول، يمكن توجه هذا السؤال إلى أحمد حرقان، ليه الشيوخ الإسلام يعلمون الدين جيدا وإجرام محمد وتناقضات القرآن وزواج محمد من طفلة وهذه الفضائح، رغم ذلك يستمرون في الإسلام وهم مقتنعين 100%؟ كل المسلمين تقريبا يعلمون الاسلام جيدا. يعني الاسلام ليس فيه، ليس كيمياء، ليس علما معقدا. الاسلام ترهات سخيفه ومجرد خزعبلات واساطير وخرافات وحكايات هبطها يعني، وبعض التعليمات السخيفه التي اكل عليها الدهر والشارب والجميع يعرفها. لماذا نبقى مع ذلك مصرين على هذا الدين؟ هو المشكلة أننا لم نسأل نفسنا أبدا، يعني هل فعلا من حقنا أن نترك هذا الدين؟ أو يعني ترك الدين لم يكن خيارا متاحا طبيعيا لأي واحد منا، ولم نتربى على ذلك، بل تلقينا منذ الطفولة أن الخروج على هذا الدين خطر جدا والتفكير فيه مضر وخطير وقد يؤدي إلى التهلكة، فلذلك نظل مستكنين ونظل في خوف دائم من نقد هذه العقائد والخروج عليها. أخي رياض، شو رأيك بالسؤال؟ إذا تفضل جاوبنا السؤال كمان. شيوخ الدين الإسلام لماذا مصرين رغم علمهم بالعكس يعني؟ لا، هو سؤاله إنه شيوخ الدين بيعرفوا كل فضائح محمد وإجرام محمد، إيه مع ذلك هم مستمرين بهالدين ومقتنعين فيه 100%، يعني شو السبب برأيك؟ تفضل. هو أيضا من الأسئلة القوية العميقة، لأنه أنا مثلا درست بعض الكتب الجميلة جدا للشيخ خليل عبد الكريم، وهو شيخ أزهري، وغيره السيد القمني حفظه دوكنز ورعاه، وهنالك يعني شخصيات كثيرة مثقفة. لكن هو بين نارين، يعني إن ترك الدين فأين يذهب؟ هو يعلم، هو لا يعترف بالنصرانية، هو لا يعترف باليهودية، وكلها محرفة وكلها خزعبلات، لم يبقى أمامه سوى الإسلام. طيب، هل هو يستفاد؟ هذا أول سؤال. دائما المادة والمال تلعب دور كبير في اتخاذ القرارات، على قولة المصري، من برة هلا هلا ومن جوا يعلم دوكنز. فإذا هو مستفاد ماديا، ويدفعون مثلا السيد الشيعي بالعراق يدفعون الخمس، ويستفادون كثيرا من الخمس. أنا ضربت لك مثل في إحدى الحلقات إن داخل سوبر ماركت في إنجلترا وأشوف لك معلبات البيلو بيف واللانشون ميت وعليها مؤسسة الخوئي ذبح حلال. ذبح الحلال طبعا كتير يعني أحسن شغلة الواحد يشتغلها، أعمال حرة، يشتغل قصاب، لأنه بس يكتب على المحل خوشامدي بالفاش، يكتب حلال جوشت، تشوف الناس كلهم جايين عليه طوابذ حلال، هذا حلال، هو ما عليه غير انه يضع عليها طمغه. فالاستفاده تعميهم شيء اكيد، هو يريد يعيش، اولادهم كلهم يدرسون بجامعات الزندقه والكفر في بلاد برا، بينما هو مربي لي لحيه وعامل نفسه شيخ. ما انا حضرت لك برنامج مسجل لجمال عبد الناصر انه لماذا لا تامر النساء بالحجاب، واحد من الاخوان المسلمين قال له انت روح حجب بنتك بالاول اللي نازله بالبحر ومصورينها لابسه المايو، قبل ما تيجي تريدني احجب كل نسوان مصر
أول شيء بلش في بنتك وبعدين خلينا نحجب نسوان مصر من بعد. فهذه المغالطات موجودة، المصلحة، الاهتمام ب يعني متطلبات المادة والماديات، فهذه هي السبب الرئيسي. وفي منهم خرجوا وفي منهم يخاف أنه يخرج، حسب ما قالها أحمد القبنجي عندنا بالعراق، هو البطل الوحيد اللي خرج والآن هو يسكن في مدينة السليمانية في إقليم كردستان لأنها أكثر أمانا من بقية المدن. ويقول عن أصحابه وزملائه بدون ذكر أسماء: لا زالوا معممين، لا زالوا يرتدون ثياب الدين، إلا أنهم من داخلهم ملاحدة لا يؤمنون، لكن مفطر، واحد يخاف ينقتل ينفذ فيه حكم حد الردة. يعني كل هذه الأسباب أعتقد هي كافية لأن تردع لا توجد حرية، وأصلا لا توجد حرية في أي نقاش من الخارج، حتى لو كانت خارج الدين فما بالك لو كانت في الدين نفسه. فهذا هو السبب أعتقد. أقول قولي هذا واستغفر جدة الحنفية لي ولكم إني داع، فاللهم احفظ الملحدين والملحدات الأحياء منهم والأموات. تفضل خيجة. بشكرك كثير أخوي رياض. أخي أحمد، إذا في كلمة أخيرة بتحب تقولها للمؤمنين خصوصا بهالحلقة هاي، تفضل. للمؤمنين أتمنى يعني أن تتفهموا غضبنا يعني من هذه العقائد الإجرامية، وأنتم ترون العالم كله يكتوي بنارها، والأمم المتحدة أصدرت بيانا منذ يومين أو ثلاثة قالت فيها أن هناك 50 مليون طفل تشردوا في العام الفائت، 50 مليون طفل تشردوا بسبب الحروب، وكلها حروب مصدرها دول إسلامية كأفغانستان واليمن وسوريا وما إلى ذلك. فتفهموا غضبنا يعني أرجوكم، وللمشايخ احذروا غضبنا، لا نريد منكم أن تتفهموا غضبنا، نريد منكم أن تحذروا غضبنا لأنه سيسقطكم قريبا عن منابركم. بكل تأكيد، بكل تأكيد أخوي أحمد، راح نسقطون وراح يسقطوا، والزمن كفيل. يعني العقول الشباب، أنا مثل ما شفت الأخ مصطفى 25 سنة سلفي يعني، وحاليا ترك الخرافة هاي كلها، فأكيد وهي أنت كمان مثال واضح، والأخ رياض وأنا وكلياتنا يعني أمثلة واضحة مثل عين الشمس مثل ما بقولوا يعني. يعني أنا بن شيخ، أنت شيخ، الأخ رياض كان شيخ وقسيس وكل من بتاع كله أخ رياض. يعني الفكرة أنه ساقط ساقط يعني، مهما فعلوا يعني تحصيل حاصل راح يسقطوا، ولكن نحن نتمنى يسقطوا بدون الثمن الغالي، بدون الدماء هاي اللي عم تسيل هاي للأسف الشديد يعني في بلادنا. أخي رياض، كلمة أخيرة بتحب تقولها تفضل. أسلم عزيزي، طبعا أشكرك على الضيافة، وأخ عزيز وأخ غالي، وبرامج حلوة جدا، وأشكرك أنك أتحت لي الفرصة للتعرف والتحدث مع أخي وعزيزي المحترم الزميل أحمد حرقان، وأشجع أيضا زميلي أحمد إلى الأمام، والريح في ظهرك، وكلنا معك. شكرا جزيلا شجاع، شكرا جزيلا. طيب شكرا لكم أصدقائي. طبعا اليوم الساعة 8 بتوقيت لندن راح يكون معنا لقاء مع أخ مجاهر جديد من العراق، خلوكم معنا، ونتمنى طبعا كلاتنا نستفيد وكلاتنا نقول بصوت واحد كفانا كفانا جهلا، وخلينا نوقف بوجه هالطغاة هذول أصحاب الذقون الطويلة، حتى ننهي هالحروب هي يعني، هي الحروب الإرهابية اللي عم تصير بسبب هالدين هذا الإرهابي. شكرا لكم أصدقائي، وشكرا لك أحمد، شكرا لك رياض. إلى اللقاء في حلقة قادمة أصدقائي، إلى اللقاء. إلى اللقاء.